انا بس هستاذنك يا شيماء ان احنا لازم حالا نروح للتلفزيون المصري عشان ننقل لكم حلف اليمين الدستوريه للوزراء الجدد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهورية وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب برعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. وزير
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلالي الوطني ووحدة وسلامة أراضي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضينا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضينا. شكرا على فكرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد أشرف عبد التواب سلمان وزير الاستثمار. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيرا للداخلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور أحمد زكي مصطفى بدر وزيرا للتنمية المحلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد هشام عباس زعزور وزيرا للسياحة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيخي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلام الأراضي. سيد المستشار مجدي حسن محمد العجاتي وزيرا للشؤون القانونية ومجلس النواب. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور عصام عثمان فايد وزير للزراعة واستصلاح الأراضي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة الأراضي. السيد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزيرا للصحة والسكان. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور الهلالي الشربيني الشربيني الهلالي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد الدكتور سعد محمد محمود القيوشي وزيرا للنقل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر وزيرا للتعاون الدولي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد حلمي السيد حسن النمنم وزيرا للثقافة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس ياسر سيد أحمد عبد الحكيم القاضي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. السيد المهندس طارق أحمد عبد القادر الملا وزيرا للبترول والثروة المعدنية. أقسم بالله
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد جمال محمد محمود سرور وزيرا للقوى العاملة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيد المهندس طارق قابيل محمد عبد العزيز وزيرا للتجارة والصناعة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. السيدة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصل وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلالية الوطن ووحدة وسلامة الأرض. وبكده يكون تم التشكيل الوزاري الجديد، وطبعا بنتمنى من الحكومة الجديدة ان هي تقوم بكل اهدافها وبكل مطالبها او بكل يعني ما الشعب المصري بيأمل فيهم على اكمل وجه. وزي ما شفنا يا مروة ان في حكومات اتغيرت وفي حكومات لسه مستمرة معانا، او يعني في وزراء اتغيروا وفي وزراء لسه مستمرين معانا، يعني تقريبا هم اتغيروا الاستثمار، تجارة وصناعة، التعليم، الزراعة، ومعانا طبعا هو رئيس الوزراء هو شريف اسماعيل. بنتمنى لكم التوفيق وبنتمنى لكم ان شاء الله يعني ان انتوا تنهضوا بالبلد احسن. وتحيا مصر. تحيا مصر طبعا. ويعني شيماء وشك حلو هو على فقرتك الحمد لله كويس. تحيا جمهورية مصر العربية. تحيا جمهورية مصر العربية.